السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله اليوم فيديو مليء بالحيل والاسرار الخاصه بالغساله. ونبداو ديريكت في الفيديو ديالنا. فكما كتشوفوا عندي هنا واحد الشبكه ديال الملابس اللي مختلطه، فيها الالوان وكذلك فيها الابيض. غنوريكم الحيله اللي كنستعمل باش كنتهنى من فرز الملابس وما كنحتاجش انني ندير جوج دورات ديال الغسيل. شوفوا عندي هنايا ملابس اللي زرقاء، عندي هنايا الاسود وكذلك الاحمر اللي معروفين انهم تيطلقوا اللون، وكذلك عندي هنايا ملابس اللي هي بيضاء. فكلشي غادي نوضحهم دابا في الغساله قدامكم. ندير كذلك هذاك ليزار اللي وريتكم اللي فيه الطبعه ديال الزيت واللي استعملنا ليه هذيك الحيله اللي غتشوفوها في هذا الفيديو. نيت غنوضعو حتى هو معاهم في الغساله. هنايا واحد الحامضه اولا سيترونه وقسمتها على جوج كما كتشوفوا، زولت منها جميع العظام. ضروري انكم تاكدوا انها مابقاش فيها العظام، كلهم خاصهم يزولوا. كنحتاجو كذلك شبكه، انا خديت هذه الخاصه بالاستحمام بعد ما تقطعت مابقاتش يعني مزيانه. غادي ناخذها وغادي نوضع فيها هاد السيترونه هذه اولا هاد الليمونه الحامضه. غنحاول نغلفها جيدا وغادي ندير فيها واحد العقده يعني نربطها مزيان، لان هاد الطريقه هذه مهمه بزاف باش كنتاكدوا ان ما غاديش تفتح لينا في الغساله. ضروري من هذه العملية هذه انكم تربطوها جيدا، ان الا وصلت حتى تفتحات فراها غادي يدير لكم مشكل. كما كتشوفوا غندير نفس الشيء للسيترونه الاخرى. بهذا الشكل هذا صافي كناخذوا الحامضات ديالنا وكنوضعوهم داخل الغساله. نحاولوا نوزعوهم جيدا يعني ندخلهم الداخل. كما كتشوفوا غنوضع هذه هنايا وغادي نغلق. يعني وضعت مسحوق الغسيل وغادي نجيب الخل ونوضعو في هذا المكان هذا اللي كنوضعو فيه السوائل. غنوضع تقريبا نصف كأس ديال الخل صافي، وغادي ندير الغسالة تشتغل. وغادي تلاحظوا بان الالوان ما كتختلطش وما كيطلقوش في بعضياتهم كما كتشوفوا، فالالوان كلها كتبقى هي هي والابيض كذلك. كتشوفوا الملابس كيفاش كيخرجوا، فالالوان كيبقاو كما هما ما كيكشفوا ما حتى شي حاجه. بالنسبه للاخوات اللي تيقول لي بان الخل كيخلي الملابس يفقدوا اللون ديالها، بالعكس فالخل كيثبت الالوان وكذلك كيخرج اللون الابيض ناصع كما كتشوفوا. يعني نتيجة اللي هي مرضية جدا، وهذه الحيلة هذه غادي تهنيكم من بزاف ديال التعب وبزاف ديال الوقت فرز الملابس، وخصوصا الا كانت قليله فهذه الحيله غتخليكم انكم تصبنوهم كلهم في غسله واحده. اخوات بزاف خلاو ليا تعليقات بخصوص هذا الدرج هذا اللي عندهم فيه بزاف ديال الترسبات، ويعني المسحوق ديال الغسيل متحجر فيه، فما عليكم اول حاجه الا انكم تزولوه، راه كيزول بكل سهوله. فقط كتضغطوا من هذا المكان هذا اللي فيه بوش كتضغطوا وكيزول معكم بكل سهوله. الدرج هذا ضروري من واحد الروتين ديال العنايه، يعني وقت ما هكذا قلبتو لقيتو فيه ترسبات كتاخذوه وكتغطسوه في سطل ديال الماء يكون دافي اولا سخون، كتزيدوا عليه قطرات ديال الخل وكتبداو كتفركوا هذوك الاماكن بالشيته ديال الاسنان اللي خاصه بالتنظيف، وحتى كيزيلوا منه جميع الترسبات. فإذا درتوا هاد المساله هذه بطريقه روتينيه
مستمر، رغم عمره ما غادي يتكون لكم فيه هذاك الكميه الهائله. ماشي يجيكم نهائيا صعيب، والا خليتوه فممكن انه يتسبب لكم في اعطاب الغساله. بزاف ديال الاعطاب كينتجوا على هذاك الكتل اللي كينزلوا وكيهبطوا مع الجعب ديال ماكينه الصابون، وبالتالي كتصدق خسرات غير هكذاك. بالنسبه لازاله الكالكير من الغساله، الطريقه سهله وهي دوره التعقيم اللي كنستعملوا فيها الخل. كنوضعوا هنايا واحد الكميه ديال الخل اللي تكون مهمه، تقريبا كاس ديال العنبه ديال الخل او 160 مللتر ديال الخل حسب البروغرام ديال كل غساله. فكتضغطوا على هاد جوج ديال الازرار في نفس الوقت، فيا ما كانوش عندكم بحال هذا البروغرام اللي عندي كوم، الا كتشغلوها وكتضغطوا كديروها على اقصى درجه 95 درجه وكديروها تصبن وهي خاويه، يعني ما فيهاش الملابس، حتى كتسالي وكتكمل. من بعد غادي تلاحظوا ان الكركير كله هبط لتحت. غادي ندير لكم دابا التجربه. ومن بعد ما تنتهي نرجعو نكملو. واحد الاخت كانت سولتني على شنو ممكن نديرو الا كانت عندنا طبعه ديال الزيت في الثوب او في ملابس. عندي هنا واحد ليزار اللي فيه واحد الطبعه هنايا كبيره ديال الزيت، كما كتشوفوا هنايا اللون مغلوق، هذا راه ماشي ما، لان هانتوما كتشوفوا الثوب راه ناشف، ولكن هنايا بالضبط راه كاين واحد البلاصه اللي هي مغلوق اللون ديالها كما كتشوفوا، ها هما الحدود ديالها. فاحسن طريقه باش تخلصوا من الزيت اللي كيكون فوق الثوب وهي بالمايزينا. غادي ناخذ واحد الملعقه كبيره ولا على حسب البقعه ديالكم الحجم ديالها. عندي انا هنايا واحد البقعه اللي هي كبيره، غادي ندير عليها واحد الكميه مهمه ديال المايزينا. غادي ناخذوا هاد المايزينا هذه اولا ان شاء الله، غادي نحاولوا نحكوها على هذاك المكان او لهذيك الطبعه ديال الزيت، نحاولوا ندخلوها مزيان. بالنسبه للاخوات اللي غادي يتسائلوا واش ممكن يعوضوا النشا بالدقيق، فممكن تعوضوه بالدقيق، ولكن راه النشا كتعطي نتيجه افضل بكثير من الدقيق. غادي نحاول نفركها ونتاكد ان النشا دخل ليا في هذوك الانسجه ديال الثوب كما كتشوفوا. نحاول نفركو مزيان. غادي نخلي الثوب ديالي واحد المده ديال ساعتين الى ثلاثه ديال السوايع، او من الافضل انكم تخليوه اطول مده، ومن بعد غادي نغسلوه. كتكمل الغساله ديالكم دوره التعقيم، كتفتحوها صافي كتخلوها تبقى محلوله باش هكذا كتنشف وما كيتكونش فيها ديك الريحه ديال الغموله في الداخل، راه كترجع كتلمع وكتنقى. كذلك راه كيتنقى ليها حتى الدرج بهذيك الدوره ديال التعقيم، فكيوصل لهم حتى لهنايا وما كيبقاوش فيه نهائيا الترسبات والاوساخ. كذلك هذا المكان هذا اللي من بعد كل غسله ضروري انكم تفتحوا هذا التيو هذا، خليوا هذاك الماء ينزل، لانه الا بقى هذاك الماء في الغساله مع الوقت كيتعفن وكيخلي واحد الرائحه كريهه انها تولي في الملابس، وحتى الغساله ما كيبقاش يعني الخدمه ديالها مزيانه وكتولي تخلي الملابس يعني ما منظفينش مزيان. غنخوي هنايا الماء، فراه كينزلوا معاه كذلك الا كان شي كالكير كيهبط كله كيترسم عندكم في هذا الماء هذا. لحظه لاحظتها ملي كانت كدور الغساله، وهو انه كانت الرغوه، واخا الغساله هنا ما كانش فيها نهائيا المسحوق، هذا دليل على ان هذوك الترسبات ديال المسحوق ديال الغسيل اللي كانوا في الجعاب ديال الغساله كلهم كيهبطوا، وبالتالي كتنظف لكم الغساله وكترجع لكم جديده تماما. نتمنى هاد الافكار والمعلومات اللي عطيتكم ان شاء الله يكونوا مفيدين. اي تساؤل عندكم خليو ليا في التعليقات. خليتكم على خير، السلام عليكم.